أصدقائي أردني، بلشت بسنة 2009، كنت أعمل حفلات صغيرة بين الأهل والأقارب طبعاً والصحاب، أعياد الميلاد كذا. ما كانت ماخذ موضوع إنه كانت هواية، يعني ما كنت ماخذها إنه راح يكون بيزنس وراح أشتغل على حالي كثير بالموضوع. الحمد لله كانت موهبة ونميتها وقدرت أشتغل عليها أكثر وأكثر. كانت انطلاقتي كثير بسيطة، كنت أشتغل بين الأقارب بالأواعي العاديين، باللبس، بالقميص، بالجينز، يعني ما كنت مخصص أواعي للموضوع. بعام 2012 بلشت العيون علي أكثر من ناحية العروض اللي بقدمها بالأعراس وبالحفلات والمناسبات. بلشت برسم أول، خلينا نحكي زي فولكلور، كنت أنا راسمه وحبيت أفرجيه للخياط هو، وعمل لي إياه كثير كان حلو، ولما بلشت أشتغل فيه كثير لفت الانتباه. يعني هي كانت هاي أول شغلة بتلفت النظر لإلي، اللي هو لبس الفولكلور اللي اشتغلت فيه. هو أصلاً لبناني، كان لبس أبيض وذهبي، لفت أنظار مكاتب الأعراس، الحفلات والناس بشكل عام. هلا قبل شعوري، أنا الإشي اللي خلاني أوصل لهذا اللقب إنه اشتغلت بالسوشيال ميديا كتير بشكل قوي. بلشت أنزل فيديوز، صور، وأعملهم سبونسر، عشان يعني عارفين هلا أصلاً كله على التكنولوجيا وكله شغال للسوشيال ميديا. فهذا الإشي اللي وصلني لمناطق أبعد من الأردن. يعني صراحة كتير إشي حلو إنه الموهبة الموجودة عندي انتبه لها كتير عدد من الناس، حكوا لي عنها ودعموني، يعني ساعدوني في الموضوع. ومع الأهل طبعا كمان كان في تحفيز، مع إنه كان في شوية تعب بين جامعة ودراسة وهواية تقوم فيها في الشغل كمان. هلا شوف، بالنسبة للميوزك اللي بنشتغل عليها، في أكيد ميوزك خاصة اللي هي الأغاني الجبلية والتراثية القديمة، بنشتغلهم بالأعراس. في أكثر من إشي بيطلبوه العرسان، ممكن تكون دخلة عرسان ندخلهم على الحفلة، أو إنه نعمل وصلة بس للإيقاعي يفوت يعمل الشو. بالنسبة للاختيار الزي المناسب، يعني مرات بنعطي احنا الخيار للعرسان انه يختاروا اللون. هلا هي زي ما حكيت انه انتبهوا لموهبتي، اول اشي انه شافوا كيف بشتغل على حالي بالسوشيال ميديا، وشافوا كيف انا قدرت اوصل والناس يحبوني اكتر، يعني بطبيعتي لما ادخل بين الناس عشان اعمل الشو، لما يشوفوا الاستعراض تاعي، ضحكتي كذا. هذا أكتر إشي ريح الناس ولفت عدد كبير من المطربين. موضوع أنا حكيت فيه إنه موضوع هو إني اشتغلت حالي بطريقة كتير حلوة وبطريقة السوشيال ميديا كمان، وأنا أول إيقاعي بشتغل كسوشيال ميديا وبطلع مقابلات وبعمل حوارات. هلا شوف، أي حدا بيشتغل بالميوزك أو بيشتغل بالإيقاع بشكل عام بيكون عنده شوية خبرة وبيكون عنده حب للموضوع، فهذا الإشي اللي خلاني أتعرف على ناس بيحبوا كتابة الأغاني، بيحبوا إنتاج الأغاني، وتساعدنا يعني في الموضوع، أنتجنا أكثر من عمل. لا، بالنسبة إلي إنه وصل لنوال كان كثير إشي حلو، وهذا هو النجاح يعني بحد ذاته. نوال إحنا بنسمع لها من زمان زمان، تربينا على الأغاني اللي بتغنيهم، فكانت فكرة المدلي يعني إنه أكثر من أغنية لإلها من 95 لهلا، ورتبناهم. والمدلي مش بس انه اغاني وخلاص، هو بيشرح قصة واقعية في الحياة. هلا انا لما بلشت عزف صراحة كنت اعزف عائلة القربة، تعبتني شوي وهيك، ففتت بمجال الايقاع، عزفت على الدرمز وعزفت على الطبل البلدي، وبعزف كمان على آلة الكاتم والطبلة، اكيد الطبلة لانها هي الاساس يعني، فبلشنا في الطبلة كمان. لا، الطبل البلدي له الجو تاعه، له الوصلة تبعته، يعني انا شو ما يكون موجودة، وطبعا هي من التراث الشعبي الموجود، فلا ما سهل الموضوع انه يختفي. انا شفت على التلفزيون لما يطلعوا عم بدبكوا مع جوزيف عطية مثلا، مع فارس كرم كذا بالفيديوز،
كنت اشوف يعني اللبس تاعهم الفولكلور، وبناء عليه صرت اعمل الاواعي هذول. اتجهنا للبس الفورمال شوي، هو كنوع من التغيير وملفت جدا كان لمقيمين الحفلات وللعرسان طبعا، اللي هو اللبس الفورمال مع شيلات والبابيونة. يعني هو بالنسبة للناس ما بتوقع انه ما بيكون مرتاح الشخص، بس خلص انا مني تعودت يعني انه انا لابسهم بكون مرتاح عادي وبعمل الشو تاعي براحتي. هلا شوف، هي الميوزك اللي فيها مريحة وكلماتها وفكرة الأغنية كتير ملفتة حسيتها. أنا قيمتهم كتقييم كان إنه توقعات هي كانت، والحمد لله طلعوا هم وبعد ترتيب يعني أول ثلاثة. هلا هي أفكار يعني أنت حكيت، هي فكرة بنكتبها وبنعطي آراء للناس للجمهور، خلينا نحكي لمحبين الحفلات للمفكرين يتجوزوا، فمنحاول نساعدهم بقائمة أعراس، أغاني الأعراس، أغاني، وعملت كمان أغاني الشتاء برضو. هاي كمان كانت خطوة حلوة إنه الشتاء شوي بيخلي الإنسان هيك بحالة كآبة، فحطينا شوية أغاني يعني هيك بتعطيك بوزيتيف إنرجي يعني بتخليك سعيد أكثر. هلا كتاب الشهرة ما كان اسمه الشهرة، كان له اسم تاني. لا ما بقدرش احكيش. كتاب الشهرة كان له اسم تاني قبل ما يتسمى باسم الشهرة وينحط الكفر صورتي. بيحتوي على مجموعة من القصص، تقريبا 21 قصة، بتحكي عن تجارب في الحياة، بتحكي عن كيف أنا بلشت قصتي، كيف كنت أتغلب بين إنه أنا عم بشتغل يعني بالليل عندي شغل طبعا، الصبح كنت أروح على جامعتي، بروح من جامعة على الشغل، بعد الشغل أطلع على الحفلة. فكان في أكثر من قصة مبنية على هذا الشيء. أكيد هلا شوف من ناحيتين صراحة، أكيد بدل على إنه الشخص محبوب معروف عم بيكون دايما متواجد، وتاني اشي عنا هون بينتبهوا لهذا الموضوع انه عنده فولورز وكذا فانه اكيد شاطر، مع انه الموضوع ما بتعلق يعني ببعض، ممكن يكون شاطر وما عنده كتير ناس لانه مش عم بيشتغل على الموضوع. قصة النجاح هي نفس ما اخو يعني اخذنا افكار من كتاب الشهرة وعملنا قصة النجاح. كانت برضو بتحكي عن المسيرة اللي بلشتها من 2009 لهلا، والحمد لله بالفترة هاي كتير عملت اشي يعني اي شخص بيكون عنده موهبة ما بيوصل بالسرعة هاي، فالحمد لله انه قدرت اوصل لعدد كتير كبير من الناس، من المكاتب، من الويدينج بلانر، اكتر من حدا دعمني وساعدني. نعم هو الموضوع يعني وصلني من أكثر من شخص أو أكثر من فنان، حبهم لماهر بالموهبة اللي عنده، وإنه لما يفوت بين الناس بيكون مريح والناس بيرتاحوا له أكثر. وهي موضوع لفت أكثر إشي موضوع اللبس لما أنت تفوت بينهم إنه كتير ملفت بيكون. هلا الحفل 2018 الحفل حيكون غير عن أي حفلة، هي حتكون شبابية أكثر وراح يكون فيها كتير مركزين على الإيقاع خصوصا الطبول والطبالين يعني. ما راح احكي موضوعها كتير لانه هيها عم نحط افكار لها طبعا. الاعمال الغنائيه كلها راح نشتغل عليها ان شاء الله ونوصلها لعدد اكبر. من ناحيه يوتيوب طبعا تشانل عندي منزل عليها هاي الاعمال، وان شاء الله توصل للجميع يعني الصيفيه هاي. وطبعا بنشكر وكاله رم وموقع رم على الاستضافه اللي كتير حلوه، وان شاء الله انه نكون ما قصرنا بالمقابله.